متتبعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقه هذه غادي نناقشوا موضوع تاع مخيمات القرب الحضريه. احنا الان تنعيشوا المرحله الثانيه من مخيمات القرب الحضريه، واش هذه المرحله اللي دازت كانت جيده، ونناقشوا ايضا فكره تاع مخيمات القرب على مستوى مدينه الدار البيضاء. من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف في هذه الحلقه السي حميد امجار، فاعل جمعوي. السي حميد امجار، كيفاش تتقيم المرحله؟ احنا تنعيشوا المرحله الثانيه من مخيمه القرب الحضريه، كيفاش تقيم المرحله الاولى؟ يعني كيفاش دازت هذه المرحله هذه؟ كما سبقتي وذكرتي باننا تنعيشوا دابا الان المرحله الثانيه للمخيم الحضري او مخيم القرب اللي تشرى من تنظيم المديريه الاقليميه لوزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الشباب بشراكه مع مجلس مقاطعه الحي الحسني. كنا يوم الاربعاء كنا سدنا الستار على المرحلة الأولى اللي كانت صراحة مرحلة اتسمت بمشاركة فعالة لجميع الأطفال، بحيث أن عاشوا معنا الأجواء رياضية وكذلك فنية وتنشيطية، وكذلك كانوا يومين داخل هذا المخيم هذا اللي كنا ديبلاسينا أو انتقلنا للمسبح ديال دار بوعزة اللي تحوى تحت الإشراف ديال المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة قطاع الشباب. سي حميد، حنا ربما تنعيش أول تجربة تاع مخيمات الحضرية تاع القرب، يعني كيفاش أنت تشوف التجربة تاع المخيمات الحضرية للقرب؟ المخيمات الحضرية كنا تنعيشوها، غير مخيمات القرب اللي ما كناش نعيشوها، ولكن بحيث هذا الفضاء هذا اللي حنا فيه اللي هو بيتي سكن اللي هو من تحت الإشراف ديال مجلس مقاطعة الحي الحسني، جانا حنا في الشكل بحيث أننا كنا تنعيشوا المخيمات الحضارية، هو جاء على شكل مخيم حضاري، بحيث المخيمات القرب اللي كانت طلقاتها الوزارة كانت إبان الفترة ديال كورونا، ومن خرجنا من الكورونا كنا تنعيشوا واحد الأجواء ديال حالة الطوارئ الصحية، كانوا الأطفال العدد ديالهم كان قليل، المستفيدين والمستفيدات، وكانوا تيجرى في داخل دور الشباب، وإنما هذا الفضاء كما تتشوف هو فضاء متعدد الاختصاصات، هو فضاء سوسيو رياضي، بحيث أننا خرجنا من هذاك الجانب ديال القرب وعشنا الحضاري، بحيث أننا الوليدات ما تيبقاوش داخل الأسوار ديال دار الشباب أو ديال القاعة دور الشباب، وإنما خرجوا للفضاء ديال الرياضة، كرة القدم، وكذلك الفولي بول والباسكت بول، تنديروا لهم أنشطة للبنيتات والوليدات المستفيدين والمستفيدات. هاد كما ذكرتي القرب جاء بناء على تصريحات او توصيات ديال لجنه اليقظه، هما اللي قالوا بان الاطفال ما خصوش يكون واحد العدد كبير، والفتره ديال الاستفاده من المخيم خصها تكون فتره قصيره ما تكونش فتره طويله. البعض يقول بان الصيام غير كافيه، واش تتفق مع هذا الراي هذا؟ اللهم كما تنقولوا اللهم العمش ولا العمى. حنا الاطفال ديالنا دابا خارجين في واحد المده ديال سنتين انهم ما عاشوش المخيم، بحيث ان كنا تنمشيو للمخيمات كنا تندوزو فيهم 12 يوم 15 يوم، تقلصات دابا في المخيمات القاره 10 ايام، ومخيمات القرب او الحضاريه 6 ايام. حسب التجربه ديالي هذه 6 ايام هذه اللي هي بالنسبه لنا حنا كانت كوندونسي، كانوا الاطفال استفدوا على جميع في جميع المجالات، سواء في التنشيط الرياضي او التنشيط التربوي، كذلك كان عندنا حفل ختامي، كانوا استفدوا من المسبح المركب السوسيو رياضي، كذلك دار بوعزة اللي فيه تتوفر على المسبح حتى هو فيه ملاعب ديال كرة القدم، واستفادوا يومين خلال هذه 6 ايام هذه، زعما كانت استفادة جيدة بالنسبة للأطفال. سي حميد، واش كاين شي فرق ما بين مخيمات الحضرية القرب ومخيمات القارة على المستوى الوطني؟ هو فرق شاسع ما بين القرب أو الحضاري ومخيم القار. مخيم القار القرب اليوم تتكون فيه تقريبا واحد المعدل ديال 5 حتى 6 ساعات، وانما المخيم القار فهو تتبقى لا جورني ديال كامله ديال الاطفال، سواء الاستفاده الصباحيه الزواليه وكذلك المسائيه. حنا هنايا في التنشيط تنقتصروا على الفترات الصباحيه اكثر. البعض يقول بانه من الضروري تدخل المجالس المنتخبه من اجل توفير اللوجستيك لهذه المخيمات الحضريه القرب، على الاقل توفر واحد وسائل النقل باش يتنقلوا لهذ الاطفال بطريقه اللي تتحصر من الكرامه ديالهم. هو اكيد
اكيد هو اي مشروع، اي مشروع قبل ما نقول بان المجالس او الوزاره او المديريه، فهذا مشروع ملكي، هذا مشروع ملكي تندرج في عطله للجميع، بان كما تنشوفوا بان المخيمات القاره اللي تتكون فيها كانت فيها قبل 12 يوم او 15 يوم وصبحات 10 ايام ما تمشيش ليها، ما تمشوش ليها الجميع، غير متاحه للجميع، كاينه متاحه لواحد النخبه او لمويان، وانما هذه كاين ابناء الفقراء وابناء المعوزين، هذا هما اللي تسيب لليوم هذا، والمجلس كذلك بالمستشارين اللي فيه والمسائل تساعدوا لقاش هما تيكونوا اقرب، والجمعيات فعاليات المجتمع المدني تيكونوا اقرب لهذه الفئات هذه، وضروري التدخل ديالهم، ضروري في المشاركه ديالهم في هذا البرنامج. سي حميد شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه الفاسبريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.